أهلا بيكم، معاكم دكتورة هبة زكريا أبو حشيش، مدرس الملابس والنسيج بقسم الاقتصاد المنزلي كلية البنات جامعة عين شمس، ودي محاضرة في مادة آلات تصنيع الملابس، والمحاضرة بعنوان سوينج ماشين أدجاستينج، وهنتكلم في الجزء ده عن الاعتناء بالموتور وضبط المكنة وفحص سلامة الغرز وشد الخيط، وفي نهاية المحاضرة هنعرض بعض النصايح الهامة للتشغيل. في 5 أماكن مهمين جدا لازم ناخد بالنا واحنا بنظبط المكنة علشان تشتغل بطريقة مظبوطة. The needle أو الـ sewing machine needle، زي ما احنا قلنا في أجزاء المكنة إنه إبرة المكنة بتبقى إبرة مخصوصة للمكنة وشكلها مختلف عن الإبرة العادية بتاعتنا. أول حاجة هنقولها هنا هو إننا لازم نتأكد من استخدام الإبرة ذات الطول المناسب للمكنة، زي ما هو طبعا بيكون مكتوب في كتيب التعليمات. كتيب التعليمات بيبقى موجود رقم الإبرة المناسبة للمكنة اللي أنا بستخدمها. تاني نقطة لازم نراعي برضو إنه سمك الإبرة المستخدمة يكون مناسب للخامة اللي بقوم بخياطتها. يعني مثلا في حالة إن أنا بستخدم إبرة سميكة مع أقمشة رقيقة مثلا، فممكن ده يتسبب في عمل خروم في القماش، وطبعا بيبقى شكلها مش حلو. تالت حاجة لازم أتأكد إن الإبرة مستقيمة تماما ومفيش فيها أي ميل أو نتوءات، يعني ما تكونش مايلة، عشان هي لو مايلة هتتكسر وانا شغالة. ولو هي فيها نتوءات، يعني الطرف بتاعها بيكون مش مدب، يعني مش حامي، يعني بيكون الطرف بتاعها فيه حتة يعني متنية، فده بيسبب طبعا ان هي تنتش القماش او حتى تقطعه. رابع نقطة هو اننا لازم نختار ابرة خياطة مناسبة للاقمشة الخاصة. يعني مثلا لو انا بخيط اقمشة تريكو مثلا، فانا بستخدم لها ابرة بيكون لها الحرف بتاعها مدبب علشان ما يخرمليش القماش. ولو انا بشتغل على جلد او بلاستيك، بستخدم ابرة اسمها الويدج نيدل، والويدج نيدل دي بيبقى لها شكل معين للطرف بتاعها علشان برضو ما يسببش اي ضرر للجلد وانا بخيطه. تاني جزء لازم ناخد بالنا منه كويس جدا واحنا بنظبط المكنة هو النيدل بليت. النيدل بليت زي ما انتم شايفين احنا يعني اتكلمنا عنه قبل كده في الجزء الاولاني، وقلنا انه هو بيكون فيه فتحات. الفتحات الطويلة دي هي فتحات الفيد دوج، والفتحة المدورة اللي في النص هي الفتحة اللي بتتحرك من خلالها الابرة عشان تنزل تلقط خيط المكوك وتعمل الغرزة. في حالة ان انا بعمل غرزة عادية بستخدم النيدل بليت ده اللي بتكون الفتحة بتاعته مدورة، لكن لو انا هستخدم غرزة الزجزاج فانا بستبدل النيدل بليت ده بنيدل بليت تانية بدل الفتحة اللي هي المدورة، بتكون فتحة بيضاوية علشان تسهل للإبرة حركتها من اليمين للشمال. طيب لو انا بستخدم غرزة زجزاج وما غيرتش النيدل بليت، او النيدل بليت ما كانتش الفتحة بتاعتها بالشكل ده، ده ممكن يؤدي لان الإبرة تتكسر. الفيد دوج او مشط التغذية، لازم اراعي وانا بركب مشط التغذية ان اسنان المشط تكون ظاهرة لفوق لوحة الابرة او النيدل بليت اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية، بحيث انه الجزء الاسفل من اسنان المشط يكون مستوي او متساوي مع الجزء العلوي من لوحة الابرة، وده علشان يساعد انه المشط يتحرك بسهولة ويحرك معاه القماش اللي موجود على سطح النيدل بليت، وده هيسهل عمل الغرز بانتظام. البريسر فوت لازم يكون في ضغط كافي على القماش من الدواس عشان يتثبت القماش على الفيد دوك كويس، وبالتالي يعمل طول موحد للغرزة على طول خط الخياطة. الأقمشة التقيلة بتحتاج لضغط أخف أثناء الخياطة، ولذلك فإن بعض الماكينات بيكون فيها مسمار بيتحكم في تنظيم ضغط الدواس. أما بالنسبة للأقمشة الناعمة اللي بتتزحلق وأقمشة التريكو أو أقمشة القطيفة، فبيكون ليها دواس مخصوص عشان يحقق حركة أفضل ليها أثناء الخياطة، طبعا ده ما بيقدرش يوفره الدواس العادي. آخر مرحلة في مراحل ضبط المكنة هي مرحلة الثريد تنشن أو ضبط شد الخيط. الثريد جايد أو دليل الخيط هو عبارة عن حلقات معدنية موجودة على جسم المكنة بتساعد على تنظيم شد خيط البكرة قبل وصوله للإبرة، وكمان بيساعد على عدم تشابك الخيط وتوزيع الشد بانتظام من البكرة وحتى وصوله للقماش.
لضمة الخيط بتكون موجودة في جميع الماكينات بطرق مختلفة، وده طبعا بيبقى على حسب نوع المكنة. بالنسبة لللور تنشن أو الشد بتاع الخيط السفلي اللي هو اللي بيكون خيط المكوك، وده زي ما احنا قلنا في الجزء الأولاني اللي بيتحكم فيه هو بيت المكوك عن طريق مسمار موجود في بيت المكوك، أقدر إن أنا أزود الشد على الخيط أو أقلل الشد من عليه. Inspecting test. الانسبكتنج تيست ده عبارة عن اختبار لكفاءة الغرز، وده طبعا بعد ما بيتم تنظيف المكنة وتزييتها. عشان نختبر كفاءة الخياطة بنجيب قطعة قماش ونتنيها نصين، وبعدين نبتدي نعمل عليها خياطة على البايس بتاعها أو على الورب، يعني بزاوية 45 درجة، ونراعي في الاختبار ده إن المكنة تكون ملضومة بخيط لونه مخالف للون القماشة، عشان لو في أي أخطاء في الغرز تبان معانا بسهولة. بعد ما عرفنا الغرزة بتتعمل إزاي، دلوقتي نقدر نميز ما بين الغرزة المظبوطة والغرزة اللي مش مظبوطة. طيب هناخد اول حاجة ازاي نعرف الـ perfectly locked stitch. في الغرزة المثالية دايما بتكون قفلة الغرزة ما بين طبقتين القماش، لو انا افترضت ان ده خيط البكرة العلوي وده خيط المكوك السفلي، وده اللي ما بينهم هو طبقات القماش اللي احنا بنخيطها. لو لقينا ان القفلة بتاعت كل غرزة بتكون في منتصف المسافة، يبقى ده معناه انه الغرزة دي مظبوطة. في حالة ان الابر تنشن تو تايت، يعني مشدود على الاخر، هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان خيط البكرة مشدود زي ما انتم شايفين كده، وبالتالي خيط المكوك بيكون مرخي، هو مفيش توازن ما بين الشدين، تمام؟ فاللي بيحصل ان خيط المكوك بيعمل زي لوبس على سطح القماش او سطح الغرزة. طيب انا لو ظهر عندي اللوبس دي من فوق كده، اعرف على طول ان انا الخيط بتاع البكرة مشدود جدا بطريقة مش متناسبة مع قوة الشد اللي على خيط المكوك. طب هنحل المشكلة ازاي؟ هنحلها بان احنا نقلل الشد شوية على خيط البكرة لحد لما يبقى متناسب مع الشد بتاع خيط المكوك، ويطلع لي غرزة مثالية او البيرفكت ستيتش. طيب في حالة ان الابر تنشن تو لوز، يعني عندي الشد بتاع خيط البكرة مرخي جدا على الاخر، يعني فده بيسبب لي ان بلاقي ان الغرزة بتاعت البكرة اللي فوق سايبة زي ما انتم شايفين، وبتعمل لوبس تحت على خيط المكوك. لو قلبت من وراه هبص الاقي ان خيط البكرة عامل زي عقد كده على خيط المكوك من تحت. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا عندي ان خيط البكرة الشد بتاعه منخفض جدا. طب هنحل المشكلة دي ازاي؟ هنحل المشكلة دي عن طريق ان احنا هنزود الشد على خيط البكرة. Operating tips، نصائح للتشغيل، دي زي كده تشيك ليست كده لازم نكون احنا عارفينها وعندنا معلومات عنها قبل ما نبدأ في استخدام مكنة الخياطة. رقم واحد، لازم نتأكد دايما ان مكنة الخياطة متزيتة وان اللضمة بتاعتها لضمة صحيحة، والمكوك طبعا لازم يكون خالي من الغبار والأتربة قبل ما نبدأ في الخياطة. رقم اتنين، لازم نتأكد من استخدام إبرة مناسبة للقماش اللي احنا بنخيطه، وطبعا لازم تكون مناسبة للخيط اللي احنا بنستخدمه، ولازم يكون طول الإبرة مظبوط وتكون سليمة ما فيهاش عيوب او التواء. من الأفضل إن احنا بنغير الإبرة بشكل متكرر، وخصوصا لما نكون بنخيط أقمشة مصنوعة من الألياف الصناعية، لأن الأقمشة دي بتبقى حساسة أكتر لو الإبرة فيها أي عيب. رقم 3، في الحالات العادية لازم نراعي إن خيط المكوك وخيط البكرة يكونوا من نفس النوع، إلا إذا كنا عاوزين نعمل خياطة ليها تأثير معين، ففي الحالة دي بس ممكن أستخدم خيط للبكرة يكون مختلف عن خيط المكوك. رقم 4، لما اجي ابدا في الخياطه لازم اسحب خيط المكوك من خلال الفتحه الموجوده في النيدل بليت قبل ما ابدا في الخياطه، بنفس الطريقه اللي انتوا شفتوها في الفيديو الخاص بلضم المكنه. رقم 5، لما نيجي نبدا في الخياطه نشد خيط المكوك مع الخيط اللي طالع من الابره اللي هو خيط البكره، ونشدهم سوا من تحت الدواس ونسحبهم لورا.
رقم 6، ممكن أدور عجلة المكنة الهاند ويل في اتجاهي، ده في حالة الحاجة لضبط ارتفاع الإبرة قبل ما أبدأ في الخياطة. رقم 7، لازم أراعي إن الإبرة والثريد تيك اب ليفر اللي هو بياخد الخيط من البكرة يكونوا في أعلى وضع ليهم عند بداية الخياطة ولما أخلص. رقم 8، بالنسبة لشد الخيط، ممكن بعد ما أعمل توازن ما بين شد خيط البكرة اللي هو الشد العلوي وشد خيط المكوك اللي هو الشد السفلي، إن أنا أغير في شد خيط البكرة العلوي علشان أعمل تأثيرات مختلفة يعني على حسب الحاجة. رقم 9، واحنا بنخيط زاوية على القماش لازم نوقف المكنة بحيث ان الابرة تكون داخل القماش تحديدا في نقطة الزاوية، وبعدين برفع الدواس والف القماش كأني مثلا الابرة دي نقطة مركزية القماش بيتحرك حواليها، وبعدين بنزل الدواس واكمل خياطة على الضلع التاني للزاوية. رقم 10، عشان تكون القطع اللي احنا بنخيطها نظيفة يعني طول ما انا بشتغل عليها، لازم احميها من الغبار والاوساخ اللي ممكن تكون بتتكون في المكنة اثناء الاستخدام. ده ازاي؟ ده عن طريق ان انا لما باجي اشيل القطعة دي ما بشيلهاش جوه المكنة، لا باخدها واحفظها في صندوق خاص او دولاب او كيس، يعني اهم حاجة انها تكون بعيد عن المكنة علشان ما يحصلهاش اي اتساخات.